مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين قناة ثروة باسم على اليوتيوب. فيديو جديد بعنوان سطارة زراعة البطاطس. السطارة دي بتطلع خطين، البكرة دي يعني عشان ظهر الخط بتساوي ظهر الخط من فوق. بنعمل كرسيين بلي بحيث ان البكرة تبقى خفيفة وتمشي معاك على ظهر الخط متقفش. بنعمل البذخة على مفصلة قدام بحيث انك تقدر تفتح وتقفل البذخة، تتحكم في المقاس فيه عن طريق المسامير دي. تقدر تزرع من 70 75 80 85 سم. البطاطس في العموم بتتزرع 75 و80، التلات بسخ معاك على مفصلة، أي بسخة معاك على مفصلة. مفصلات اهي كفة، الورق أو الساق بتاعها 5 ملي. بيبقى معاك في البسخة هنا 3 خرام، الجراف في خرم واحد، البسخة دي نفسها فيها 3 مقاسات بس من جوه طبعا متدارين في الجيران. الماسورة بتاعت الزراعة برضو اهي، دي اللي بينزل منها البطاطس. عشان تقدر تتحكم في الزراعة وفي غوطها عملنا لك الجلاش اهو، تقدر تنزل بيه الماسورة بتاعت الزراعة دي او ترفعها لفوق حسب العمق بتاع الزراعة اللي انت محتاجه. البكرة ده البكر اللي الزراعة بتتحط فيه، 8 أماكن البطاطس بتترص فيهم. بعد كده النجمة دي بتنزل على الأرض، تشيل التلة دي وبتنزل النجمة في الأرض. النجمة عليها ترس بيدي لعمود إدارة هنا اهو، عمود الإدارة يدي للبكر المناول على التروس اهي. طبعا لما نرفع كده ونيجي نلف كده اهو، البكرتين بيلفهم والترس. طبعا الترس ده هو اللي بيلف على الأرض مع مشي الجرار. يعني الجرار بيعلق هنا، بيعلق الفراكة ويبدأ ان هو يمشي. الجرار مشى البكر بيلف، الجرار وقف البكر ثبت، والزراعة موجودة في قلب البكر الألمونيا. الرجالة بتقعد هنا والبطاطس بتتحط في الصندوق قدامهم. الصندوق ده بياخد 4 شكاير بطاطس. تبدأ الرجالة تحط في البكر الألمونيا، البكر يلف عند ما بيجي عند الفتحة بتاعت البطاطساية تنزل في قلب ماسورة الزراعة اللي هي دي. ده جهاز جديد شغال على فراقة 165 سنتي، ده جهاز مستعمل من 3 سنين شغلي برضو، بس طبعا اتجدد على الشغل الجديد. الحمد لله شغل ما شاء الله. ياريت اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل لايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا.